فرد الحمام ده لونه ايه؟ شوف لونه سيلفر، ده اللحم السيلفر اللي بختم الشركة الفرنسية نفسها، الختم الأخضر اللي هو مكتوب عليه يورو بيجون، ده اسم الشركة الفرنسية نفسها، ده متصور، ده الأستاذ أحمد بركات كان عنده الحمامتين دول. بص شوف شكل الحمام أهو، ده لونه ايه؟ ده لونه سيلفر، يعني ما بنقولش ايه كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لما عملت فيديو سابق قبل كده واتكلمت عن الحمام اللحم السلفر اللي هو الأساسي الفرنسي اللي جاي من فرنسا، والفرق بينه وبين الحمام اللحم المهجن في مصر اللي هو آخد ذكر لحم أبيض على انتاية زاجل سلفر ومهجنهم وعمل منهم الحمام اللحم اللي هو اللي بيقولوا عليه سلفر، لكن هو مش فرنسي لكن هو مصري. فطلع حد يهاجمني، هسيب لك دلوقتي جزء اهوت من الفيديو السابق. ان انت بدل ما تشتري قص حمام لحم سيلفر زي كده فرنساوي، ايوه فرنساوي، باكد على كده، فرنساوي جاي من فرنسا. ده تعليق اخينا اللي هو بيقول ان مفيش لحم فرنسي غير اللحم الابيض، وان الشركة الفرنسية ما عملتش اي الوان تانية. في الفيديو ده طبعا هنوريله كل الالوان وبالأدلة والمستندات بمقاطع من الفيديو وبصور من كتالوج الشركة الفرنسية نفسها. طبعا دي صور هسيبها له يكبر براحته ويشوف براحته ويشوف انتاج الشركة ازاي واللي متعلم عليهم. ده طبعا حمام الالوان، ودي برضو صور من منشورات هم نشرينها الشركة الفرنسية، دقق فيها كويس قوي. وده حمام بالختم طبعا كان متصور عند اخينا حسين في الكويت، وده مقطع من فيديو ارسله لنا اخينا احمد بركات من الكويت جزاه الله عنا خير جزاء، ان هو بيبين لنا لما انا عرضت عليه المشكلة وصاحبنا اللي مش مصدق الموضوع ده. طبعا الاستاذ احمد بركات معانا من زمان في القناة، فهو اللي بيجيب لنا دايما الجديد. بص كده الالوان الحمام اللي في الفيديو، بص على كل الالوان هتلاقي الوان يمكن انت عمرك ما شفتها يا اخينا اللي هو بيقول ان مفيش الكلام ده. كل الالوان اللي هتخطر على بالك هتلاقيها في الحمام اللحم، ومازال فيه الوان تانية زي ما الاستاذ احمد بركات قال لنا، فيه لون اسود نازل من الشركة جديد لسه منزلش عندنا يعني. طب شوف كده الفرد ده، ايه رأيك في اللون ده بختم الشركة اهوت، بختم الشركة الفرنسية نفسها، وده كمان اهوت شايف اللون، مش مشكلة اللون، المهم عندهم الحجم. وشايف حجم الزغلول، بسم الله ما شاء الله، هو اللي يهمهم حجم الزغليل، وده برضو بختم الشركة يا جماعة اهوت. اما ان انت تقول لي فيها ريشة سودة، فيها اهو شايفين زي ما حضراتكم شايفين ابيض في اسود، يبقى هنا المهم هو الحجم، الحجم والوزن ده اللي يهمهم زي ما حضرتك شايف اهو، وده الزغلول. صديقي حسين من الكويت كان بعت لي الفيديو ده قبل كده، وبعد ما نشرناه بعت لي فيديو جديد ان شاء الله هننشره اللي احنا هنشوفه دلوقتي حالا، عدة مقاطع جديدة غير المقطع ده. شوف بسم الله ما شاء الله حجم الزغلول ده، زغليل اللحم الفرنسي البيور اللي هو بختم الشركة الفرنسية، فهو باعت بيأكد ان لازم يكون اللحم الفرنسي البيور بختم الشركة الفرنسية. انا عايزك تعرف هنا شكل ختم الشركة الفرنسية، ده شكل الختم مش العلامة الصفراء اللي انت بتشوفها في الجناح، الختم ده بيكون غطسان تحت الريش ما بتشوفوش غير العلامة الصفراء، يعني الختم والعلامة الصفراء كمان. الاخ حسين كان عايز يوضح للناس حقيقة الحمام اللي بختم والحمام اللي من غير ختم. اتفضل يا استاذ حسين. السلام عليكم، ازيك؟ اخوك ابو علي من الكويت. الكلام اللي قلته عن الحمام اللاحم لما تصير فيه طفرة يعني ريشته تكون فيها سواد أو أي لون، كلامك صحيح باعتقادي أنا، لأن السلالة إذا صارت قديمة من 10 سنوات إلى 15 سنة أو حتى 20 سنة تبدأ الزغاليل يطلع فيها حبة سواد. هذا الأهل أو الزوج الأص ده لحم أصل، أوريك زغليله، هذا واحد من زغليل لونه اسود، شوف حتى في طقه براسه زي الاسود، الراس في سواد، دول زغليل لاحم عمرهم 30 يوم تقريبا. لما يقول لك واحد جايب حمام من فرنسا طبعا راح يكون حمام فرنسي اصلا، ولكن لما يقولك واحد جاي من الشركه الام الاصليه لازم في اثبات، والاثبات نفسه ده، ولكن في شركه متخصصه هي اللي توزع للشركات،
فشلون تثبت نفسها؟ الجوز ده ختم ده الجوز طبعا وصل الكويت 150 دينار 120 دينار يعني 500 دولار او 400 دولار. يعني انا ما شفت حمام مصري مع احترامي لكم حمام يعني لاحم اصلي هو حمام ابيض صح صح فرنسي بس هذا عندنا احنا ما يسوى شيء يعني يسوى ممكن عندنا واجد منه يعني كثير عندنا بس ما نشتريه احنا لان حمام فرنسي بس انه مش البيور اللي نفته. عندنا يا اخ حسين الحمام بتاع الاستاذ احمد بركات اللي هو بيشتغل في الكويت اللي هو بالختم اللي انا صورته قبل كده. لو دخلت على الموقع بتاعهم هتلاقيهم بيكتبوا يورو بيجون. وهل حجم الزغاليل بيقل بعد سنين من الانتاج؟ طبعا هذا الزوج اللي هو زغلوله اسود ده امه وابوه صاروا يمكن 20 سنة هذول عياله شوف الحجم صغر يعني مو نفس هذا شوف ايش كبره هذا كله حمام اصلي الاهل هم عليهم اختار شوف هذا ده زغلول شوف بص حجمه ده زغلول ده عمره يمكن 4 شهور شوف الصدر ايش كبره ده زغلول كبير شوي طبعا انا حاط هنا عشان اعرف النثية من الذكر بس بص دي زي البطة بيقولوا عندنا ان مفيش لاحم غير الابيض واللاحم الفرنسي مو شرط ابيض يعني هذا شوفه هذا اللون وشوف الاحجام الختم هذا البيور الاصلي طبعا هم كلهم اختام بس اختامهم داخليه انا وياي معاي واحد امسك واحد منهم ابين لك الختم بس انا عندي تصوير قديم راح اوريك الختم استاذ مصطفى هذا الختم النتيجه اللاحم الفرنسي هذا شوف الحجم بسم الله ما شاء الله اللحم الفرنسي هو اصلا يلحم بيض على بيض مو مشكله بس اللي يعطيك لحم الفرخ بتاعه انا ما عندي زغلول كبير عشان اوريك اياه طبعا هذا عمره يمكن 7 ايام اسبوع شوف ايش كبره او 5 ايام ممكن ينتج لحم على طول فاي واحد يشتري حمام من فرنسا طبيعي انه يقول لك حمام فرنسي ولكن لما يقول لك واحد جاي من الشركه الام الاصليه لازم في اثبات والاثبات نفسي ده في اختام ختم على الجناح يعني شوف هذا الحجم ايش كبره هذا البيور فشلون نثبت ان هذا اصلي شوف الختم ختم على الجناح حتى النثية شوف لازم ختم في ختم داخلي يعني شوف هذا ختم الذكر ختم طبعا الزغلول مش بتاعهم بس انا مزلي شوف هذا النتيجة فيها ختم في داخلي ختم راح تشوفه بعدين بس هذا الختم يورو بيجون لو دخلت على الموقع بتاعهم هتلاقيهم بيكتبوا يورو بيجون ده ختم الشركة يا استاذ احمد وده الرقم بتاعه ده مختوم في الجناح ما ينفعش يطلع ده الختم في الجناح اهوت بيتحط على الحمام وهو لسه عمره صغير مش زي الدبل اللي عندنا اللي هي فك وتركيب أيوة. دي دبل كبس الدبل دي غير الدبل اللي عندنا دبل كبس يعني ما تدفعش تتفك لا بتتفك بس صعبة ان هي تتفك مش زي الدبل بتاعتنا والخامة تخينة شوية تمام كفاية كده النهاردة معلومات عن الحمام اللحم الفرنسي اللي بختم الشركة الفرنسية وده بيؤكد كلامي ان في لاحم سيلفر فرنسي بيور وان ده لاحم فرنسي من الشركة الفرنسية نفسها
من إنتاج الشركة الفرنسية نفسها، ولكنه من الأحفاد مش الحمام الأصلي المختوم. هو ده الفرق اللي احنا بنتكلم عنه. بس كده أكون خلصت موضوع فيديو النهاردة، ونكلمك في فيديوهات تانية كنا اتكلمنا فيها مع الأستاذ أحمد بركات عن شحن الحمام للكويت، زي ما صاحبنا اللي هو قال في التعليق بتاعه إن مفيش شحن حمام وإن مفيش ممنوع دخول الحمام إلى مصر. إحنا عارفين الكلام ده، لكن الناس اللي معها تصريح بتدخل الحمام مرة واحدة في الشهر واحد في السنة بس اللي بيدخلوا فيه الحمام لمصر، وطبعا الموضوع بيكون مكلف جدا. مش معنى ان انا قلت ان في حد ممكن يجيب حمام وهو جاي من الكويت، اما انا قلت الاستاذ احمد بركات او غيره كان بيشتغل في الكويت وجايب حمامتين وهو جاي، ان هو جابهم في ايره في الشنطة. لأ، الاستاذ احمد بركات او غيره اشترى الحمام وشحنه مع الشركة اللي هي بتشحن الحمام، طبعا اللي هي بتبقى اخد التصريح والموافقات انها تدخل الحمام لمصر، وبيكون تكلفة شحن الجزء الحمام الواحد 3000 جنيه. فطبعا التكلفة عالية جدا ومش اي حد يقدر يجيبه. انا عن نفسي ما جبتوش. بس اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، لو لسه ما اشتركتش فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.